أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم وما نكموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح